عجل رئيس الوزراء وجه بإثبات إزالات المخالفات والمباني بالمحافظات. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالتوجيه لكل المحافظات بشأن إثبات إزالة المخالفات والمباني المخالفة بالصور، وذلك حتى لا يتحول الأمر لمجرد رصد لتلك التعديات دون أن يتم إزالتها من الجذور. عاجل رئيس الوزراء وجه بإثبات إزالات المخالفات والمباني بالمحافظات. رئيس الوزراء وجه بإثبات إزالات المخالفات. نور سامي منذ 5 ساعات. إعلانات. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالتوجيه لكل المحافظات بشأن إثبات إزالة المخالفات والمباني المخالفة بالصور، وذلك حتى لا يتحول الأمر لمجرد رصد لتلك التعديات دون أن يتم إزالتها من الجذور. إعلانات. مصطفي مدبولي يوجه بإثبات إزالات المخالفات بالمحافظة بالصور، وقد جاء ذلك التوجيه في الجولة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 12 من نوفمبر 2020 في محافظة بورسعيد من أجل تفقد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة. كما حضر في تلك الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عادل الغضباني محافظ بورسعيد والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقاموا من خلال تلك الجولة بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لبورسعيد، كما استمع لشرح من العاملين بالوحدة عن مراحل رصد المخالفات والتعامل معها، حيث يتلقى المركز تقرير بشكل يومي من أجل رصد مواقع وإحداثيات التغيرات والمخالفات. ومن ثم يبلغ المركز المحافظة، وبعد ذلك يتم إرسال فريق من أجل رصد وتصوير المخالفة على الأرض، ويكون ذلك بناء عن تكليف فريق من الحي والجهات الأمنية المعنية لإزالة المخالفة. كما شاهد رئيس الوزراء بعض من الصور الطبيعة لنوعيات المخالفات المرتكبة. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ الإزالة، وأن يتم إثبات ذلك بالصور، ويكون ذلك حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون إزالتها من جذورها.